هلا والله هلا اهلا بكم يا شباب، رجعنا لكم من جديد بالحلقه الثانيه من لعبه ماد جيمز تايكون 2. اليوم يا شباب راح نطور شركه الالعاب الخاصه بينا ونحاول نزل تحديثات للعبه جراند ثيفت اوتو 1. مثل ما تلاحظون او مثل ما تتذكرون بالحلقه السابقه اللعبه خسرتنا فلوس وفشلت، راح نحاول نصلحها. وطبعا بهذه الحلقه كذلك راح نحاول نسوي شويه تعديلات بالشركه ونوظف موظفين جدد. قبل أن نبدأ بالمقطع يا شباب، متجر التيشيرتات الخاص بنا على سوق إدسي يقدم لكم مجموعة من تيشيرتات ألعاب الفيديو. مثل ما تلاحظون أمامكم هذه هي التيشيرتات. إذا حبيت تطلبون التيشيرتات راح أحط الرابط بالوصف، تقدرون تطلبون الأسعار رخيصة والشحن متوفر لجميع دول العالم. أوكي يا شباب نكمل لعبتنا. أوكي يا شباب، تذكرون بالحلقة السابقة سوينا لعبة Grand Theft Auto 1 واللعبة فشلت. ومثل ما تلاحظون بالزاوية اللي فوق اللعبة بخسرتنا 567 ألف دولار. طبعا هذه من ضمن تكاليف اللعبة، يعني هذه مو كلها تعتبر خسارة. فطبعا حاليا احنا ممكن اللعبة تحقق مبيعات، اكو امل. بس اني ما راح انتظر اللعبة تحقق مبيعات او لا، راح احاول اصلحها من هسه. بس قبل لا احاول اصلحها راح اوظف موظف جديد. اليوم يا شباب نوظف اول موظف لشركتنا جوب ماركت. طبعا هنا عندنا مجموعة من الموظفين، خلينا نص الصوت حتى اقدر العب. اوكي، هنا راح نوظف مجموعة من الموظفين. مثلا عندنا هذا يشتغل بالريسيرش، هذا يشتغل بالميوزك، هذا بروجرامر مبرمج، هذا جيم ديزاينر، مثلا جيم ديزاين مصمم العاب، هذا اوفيس وركر عامل مكتبي، وهكذا. اكو مجموعة موظفين. اليوم يا شباب راح نوظف جيم ديزاين همين واحد ثاني. فالاختيار راح يوقع على جيم ديزاين 34 ليونور ميس. اوكي، ليونور ميس هذا الموظف او بنيه، هذه بنيه يا شباب. هذه هي اول موظف راح نوظفها بشركتنا، نقول هاير توظيف، نحطها بمكتبها الجديد. طبعاً اللعبة موقفها، خلا شغلها. أوكي، الآن يا شباب عندنا الموظفة الجديدة، شعرها أخضر لايقة ويا البوستر المعلقة بمكتبها والزرعاية. فاليوم يا شباب راح ننزل تحديث للعبة Grand Theft Auto 1 ونشوف إن شاء الله اللعبة تتحسن. فنقول Updates and Add-ons. هنا نقدر نختار أما تحديث مجاني أو إضافة مدفوعة أو MMO add-on، يعني إضافة من نوع Massive Multiplayer Online. فراح أختار تحديث مجاني. التحديث راح يكون للعبة Grand Theft Auto 1. أوكي، هنا طبعا يقول التحديث شنو يسوي تحسين. مثلا يضيف مود جديد، مود قصة جديد للعبة، أو يضيف مهمات جديدة، أو يضيف Object Environment Objects، يعني أجسام أجسام شنو؟ أجسام لبيئة اللعبة، يعني مثلا أبنية جديدة، أشجار جديدة، طرق جديدة، إلخ إلخ إلخ. أو يقول New Background Graphics، يعني خلفيات رسومية جديدة، أو New Music، موسيقى جديدة، أو New Sound Effects، يعني مؤثرات صوتية جديدة، أو Improve Performance، يعني تحسين الأداء، أو Improve Controls، يعني تحسين التحكم. وهنا طبعا عندنا عداد لمعالجة البوكس أو مشاكل التقنية للعبة. فطبعا أنا إيش راح أسوي حتى أحسن اللعبة؟ أختارهن كلهن. الفلوس ما عندي مشكلة، أنا عندي هسه 1,500,000 دولار، فنقدر نحسن اللعبة. فاختارتهن كلهن وعليت أعلى شيء معالجة البوكس، فالمبلغ كله تقريبا 118,000 دولار راح يكلفنا لإصلاح اللعبة. أوكي يا شباب، راح نحاول نصلح كل البوكس اللي باللعبة ونضيف كل هذه الإضافات، إن شاء الله تتحسن مبيعات اللعبة. فخلي نضغط، طبعا هذا كله راح تكون ماكس. أوكي ما أقدر، راح تكون كلها أكيد، يعني مختار already إنه اللعبة تكون بكل اللغات. فنضغط next، ومثل ما تلاحظون يا شباب بدأت عملية إنشاء تحديث للعبة Grand Theft Auto 1، يحسن بها ويصلح الأخطاء ويضيف إضافات جديدة للعبة. مثل ما تلاحظون الموظفين اثنيناتهم بدأ يشتغلون، شخصيتي وكذلك الموظفة الجديدة بشعر الأخضر.
بالوقت اللي الشخصيات تشتغل على تحديث اللعبة، عندنا حاليا نقص بالشركة، لازم نحتاج نبني غرف جديدة للشركة. فعندنا هنا مجموعة من خيارات البناء، عندنا أما غرفة أبحاث أو غرفة موشن كابتشر. موشن كابتشر يعني التقاط الحركة، غرفة خاصة لالتقاط حركات شخصيات الألعاب، أو سيرفر روم. سيرفر روم احنا جي تي اي جراند ثيفت اوتو 1 كانت لعبة اونلاين مالتي بلاير، شلون لعبة اونلاين مالتي بلاير وما عندنا غرفة سيرفرات؟ اوكي ان شاء الله نسويها قلس. وعدنا هذا اللي سويناها، فعدنا ثلاث غرف لازم نبنيها يا شباب. فاتوقع اني حاليا راح ابني غرفة الريسيرش او غرفة الابحاث، حتى يعني شلون يعني مثلا الغرفة اللي نبحث بها عن الالعاب الناجحة والافكار الناجحة، ونحاول ننشأ افكار والعاب ناجحة اكثر. ف راح ابني غرفة ابحاث، بس طبعا مثل ما تلاحظون ما عندي مكان مناسب. اذا ابني غرفة الابحاث هنا راح اغلق راح اسد الباب مال الغرفة. فاللي راح اسوي يا شباب هي تعديل، ان تعديل لغرفة الاستراحة راح نسوي عليها تعديل، نصغرها لان غرفة كلش كبيرة. فخلي نجيب البراد منها، الاركيد راح ابيعه، والثلاجة راح اجيبها هنا، البساط راح اقربه، وعندنا طبعا سلة الزبالة ما راح يكون لها مكان فراح احطها برا مبدئيا. الان يا شباب راح احاول اصغر الغرفة. اوكي اصغر الغرفة هكذا وهكذا، حط الباب ونقول له يس، وسلة الزبالة هنا خلينا نضغط اكس خلينا نوخرها. سلة هنا الساعة، اوكي الساعة خلي اغير مكانها، هنا راح يصير مكانها. سلة الزبالة نحطها هنا. مثل ما تلاحظون يا شباب صغرنا غرفة الاستراحة، لان يعني مبدئيا مو كلش مهمة مقارنة طبعا بالغرف الثانية. فخلي ننشأ غرفة جديدة يا شباب، واللي هي غرفة الريسيرش او الابحاث. الغرفة راح تكون كالآتي، والباب راح يكون مجاور لباب غرفة المكتب. اوكي ونضغط يس. عندنا الان اثاث لغرفة الابحاث. مبدئيا راح نحط مكتب اعتيادي يكون بهذا الشكل، ونحط طبعا الكابينت اللي تعودنا عليه يكون بهذا الشكل. راح احط بس الشغلات المهمة. شنو بعد اكو شغلات؟ سلف زبالة، برات صوبة، اوكي صوبة صوبة نختار الصغيرة احسن لان هي الغرفة صغيرة. نحط الصوبة هنا. اوكي ساعة مهمة، ساعة جدارية، بوسترات ماكو مشكلة، هذا بوستر وعندنا هذا بوستر ثاني جديد نحاول نحطه في ثانية. اوكي هنا جدا مناسب. بعد ايش نختار؟ كاربد ندور ماكو مشكلة. اوكي يكون بهذا الشكل، ونختار سلة زبالة تكون بالركن، ومجرات اوكي اقدر احطها هنا ما اقدر احطها هنا ماكو مشكلة نحطها هنا. نحط المجرات، اوكي نحط المجرات هنا. اوكي وبصفة ايضا كابينت صغيرة لغرف الابحاث، وطبعا ما راح اقدر احطها، اقدر احطها بناجي ما اقدر. اوكي ما في داعي اتولي. شوف هذي ما تصير. اوكي يا شباب هذه غرفة الريسيرش او غرفة الابحاث، وطبعا يا شباب راح اوظف بها موظف، وهذه اهم شيء. راح اوظف موظف ثاني. ايش كذا يعني بعد عندي كوما فلوس خير من الله. خلينا نوظف موظف ثاني يكون اختصاصه ريسيرش هاير. يلا يا بنيه ثانيه شعرها ازرق. اوكي تقول طبعا انه اوكي انا مو حاط لي صوبه، تقول اني مريضه. زين هنا نجي نسوي ريسيرش جيم بلاي فيتشرز ماكو مشكله، وندوس هنا ونخليها تبدي تسوي ريسيرش. بدأت تسوي ريسيرش، خلينا نشوف التحديث شنو اخباره يا شباب. التحديث وصل 41%. اوكي مثل ما تلاحظون بالزاويه اللي فوق مبيعاتنا دتقل، بس تقريبا يعني قدرنا نطلع
طلع 150 ألف دولار من المبيعات. هي صح تقل بس المهم أكو مبيعات الحمد لله، يعني نقدر نقول إنه إن شاء الله إن شاء الله ويا التحديث الجديد نقدر نطلع فلوس اللعبة ونطلع فوقها أرباح إن شاء الله. Grand Theft Auto 1 يصار تزيد في 15 دقيقة بعد عندي وقت، فخلنا نسرع الوقت يا شباب حتى يسرع عملية التطوير تسرع. أتوقع يعني أريد أسوي غرفة ثانية، أقدر أبني هنا غرفة بس المشكلة الباب مال الحمام راح يسوي لي إزعاج. أتوقع راح أسوي غرفة للسيرفرات أوكي تكون بهذه الطريقة. أوكي يعني هذا تصميم أنا أشوفه حلو، سلة الزبالة نشيلها ماكو مشكلة، بس يعني صار شلون الكوريدور اللي صغير يكون. أوكي راح أكمل لنا أو لا، هاي غرفة كلش كافية أصلاً هذا زايد، أو بقي يلا بقي مبدئياً خلينا نشوف شنو نحط الباب طبعاً مقابل هذا الباب، لا لا مقابل الحمام زحمة نحطه هنا أفضل. أوكي أريد أشوف ال يعني غرفة السيرفرات شنو بيها. اوه باعوا الاثاث يا شباب، باعوا الاثاث، هلا بالسيرفرات، جيب خوي جيب سيرفرات العابنا الجديدة يا شباب. وهذا سيرفر ثاني جيب احطه هنا، خل اقرب حتى تشوفون، حطينا سيرفر بهذا الركن اوكي، ونحطنا السيرفر الثالث، يعني نحط مجموعة من سيرفرات، بس انا ليش ما اقدر احطه هنا، نحطها هيك يلا نحطها هيك ماكو مشكلة. هو سير يو خورة شنو هذا، ليش السيرفر ده يسوي هيك، يعني محترق لو هو عادي ده يشتغل. performance اوكي 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 بيعه 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 اوكي سيرفر كلش كافي. صار عندي اوفررايد، خلي اضيف بعد اثاث اوكي. نضغط هنا وبعدين نقول له صح، نحط بعد اثاث. هذا شنو اير كونديشنينج، كلش مهم، لازم يكون دائما بغرف السيرفرات لازم اكو تبريد اوكي، فنضيف تبريد على اطار 3 اركان او 4 اركان مثل ما تلاحظون، هذه تبريد لغرفه السيرفرات. ساعة ممكن الموظف يشوف الوقت ماكو مشكلة اوكي، حط الساعة هنا ولو هذا مكان عطي بس يلا ماكو مشكلة. غرفة السيرفرات ما يحطون بها زينة فتبقى فارغة. خلينا نرجع بالبداية نشوف بعد شنو اكو شغلات. طبعا عندي غرف سيرفرات ثانية بس يعني مسدودة بعد، ان شاء الله بالمستقبل تنفتح. هذه الساعة ما اقتنعت بمكانها، هسه نبدلها. هذه الساعة خلينا نحطها من هذه الجهة أول. لو ما أقدر، حطها من هذه الجهة. إيه هذا مكان أفضل. أوكي يا شباب هذه غرفة السيرفرات. السيرفرات طبعاً هنا راح نحدد السبسكريبشن برايس، يعني شنو؟ ما عندي ماسك مالتي بلاير أونلاين. أوكي أوكي. هذه السيرفرات مو خاصة للألعاب اللي أختار بيها ميزة الأونلاين، هذه السيرفرات خاصة فقط للألعاب الـ MMORPG اللي هي الماسيف مالتي بلاير أونلاين، ماكو مشكلة. أوكي طبعا مثل ما تلاحظون بالريسيرش انفتح عندي الثيرد بيرسون شوتر. هذه وين رايحة؟ وين رايحة وليش؟ رايحة تغسل. أوكي غسلي ماكو مشكلة. هذا وين راح؟ راح ينام؟ وين ينام؟ بيا مكان ياخذ علاج مريض. اوكي اوكي يا شباب الان مثل ما تلاحظون انشأنا غرفة السيرفرات. طبعا بعد اكو غرفة، احنا بعد شنو بقالنا غرف؟ احنا نشوف بعد شنو عندنا غرف. عندنا غرفة الموشن كابتشر، بس بقت غرفة الموشن كابتشر. اتوقع منها ما اقدر ابني،
هذا المدخل ما اقدر ابني. فانا ايش راح اسوي؟ مربعين هذا ما يكفي غرفة الموشن كابتشر. اوكي ان شاء الله بالحلقات القادمة نحاول نعدل. الان يا شباب طبعا خلص خلصت عملية التطوير واني ما انتبهت. نزلنا تحديث للعبة مثل ما تلاحظون. الان الخسائر عندي 420,000 دولار. يعني تقريبا الحمد لله قدرنا شوي نحسن باللعبة ونجيب مبيعات اكثر. الان يا شباب خلي ننزل تحديث اخر ونشوف شنو نقدر نسوي. نزل تحديث للعبة Grand Theft Auto ونختار كلها. اوكي البوكس عندي صفر ما يحتاج اصرف فلوس على البوكس. نقول له اوكي. الان يا شباب بدينا نحدث تحديث اخر يا شباب. ان شاء الله نحاول نصلح اللعبة. خلينا نسرع الوقت. طبعا حاليا راح اوف 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 اوف, أوف. لاحظوا فلوسي طبعا بالخسائر. اوكي خلنا ننزل تحديث اخر ان شاء الله شوية مبيعاتنا تزداد للعبة Grand Theft Auto 1. اوكي بالنسبة للمبيعات قدرنا نحقق ارباح من المبيعات. قدرنا نحقق ارباح 308,000 دولار. اوكي بس البروفيت يعني مجموع الارباح الكلي بعد الحد الان بالسالب. خسرانين 412,000 دولار. ليش؟ لان تكلفة تطوير اللعبة 705,000 دولار وعمولة المحرك 15,000 دولار بس المبيعات 308. ان شاء الله المبيعات تزداد بمرور الوقت يا شباب. نزلنا تحديث للعبة Grand Theft Auto 1. اوكي هنا يقول لنا Mad Games Awards يعني الجوائز اللي حدثت بهاي السنة سنة 1996. Best Soundtrack Ninja Fighter. Best Graphic أفضل رسومات Blowing Master. Developer of the Year مطور الشركة مطور هذه السنة كاي كاتاري اللي هي أتاري بس مو غير اسم. Publisher of the Year TLO و Game of the Year لعبة السنة The Global Effect 2 و Worst Game of the of the Year يعني أسوأ لعبة بالسنة لعبة اسمها Zero. الحمد لله مو لعبتنا الحمد لله بالغلط. يس هذه طبعا بحدث E3 أو مو E3 حدث Game Awards بالنسبة لسنة 1996. اوكي شلت الغرفة يا شباب لان تورطت ورطة كلش كبيرة. فلوس ما عندي يا الله فلوس ما عندي. اتوقع راح احاول اطور لعبة ثانية والله اذا اشوف الالعاب مالتي. اوكي طبعا جبت العيد يا شباب جبت العيد. جيتي اي في بعد توقفت اللعبة يعني اللعبة انسحبت من السوق خسرتني فلوس ما ربحتني مع الأسف. احاول اطور لعبة جديدة يا شباب نسميها Assassin's Creed. اوكي Assassin's Creed الجزء الاول طبعا lead designer راح اسويه وسام. اوكي as a lead designer اللعبة راح تكون للمراهقين حيكون للمراهقين افضل. نضغط يس. ما عندي بس هذا الخيار التوبيك ساند بوكس. اوكي لايسنس ما راح اشتري لايسنس. البلاتفورم اوكي انجن المحرك نختار المحرك مالتنا. ننتقل هنا. اوكي هذه نعوفة هنا الأولوية جيم بلاي وبعدين للستوري لا الفيجوالز المظهر للستوري للمحتوى طبعا يكون محتوى أهم شيء. عمق اللعبة ومتوجهة للكاجوالز. أوكي هنا راح نركز على الساوند ونركز على أقصد الجيم بلاي والجرافيكس وطبعا الساوند راح نضحي به والتكنيشن نضحي به شوية. أوكي راح أقلل شوية من الجيم بلاي
وازود التكنيشن. اوكي اللعبه راح تكون فقط بالانجليزي، اللعبه راح تكون فقط بالانجليزي حتى تكلفه اللعبه تصير قليله. شو يقول at least gameplay. اوكي الفيتشرز، اوكي الفيتشرز يعني احنا عندنا 10 خصائص. كيبورد سبورت كون انا اللعبة الحاسبة، سايد كويست اوكي مهمات جانبية، سيف جيم، كاركتر كوستمايزيشن، نختار الماوس سبورت اوكي، الاتشيفمنت لا من الجيمز كات سينز اوكي، جيم بلاي بلس مو مهم، الوذر افكتس اوكي. حكتفي بهذا القدر يا شباب، راح اختار فقط 7 خصائص حتى ما اصرف فلوس هواي. صارت تكلفة اللعبة 418,000 دولار، او ماي جاد. راح اقلل البيسك كوست، راح اقلله حطها للنص، التكنولوجي راح اقللها للنص اوكي، واللايسنس راح اقللها للنص حتى يقل سعر اللعبة. اللعبة الان يا شباب تكلفتها 305,000 دولار. اوكي نضغط يس، والان يا شباب بدأوا يطورون اللعبة. خلينا نضغط تصريح، الان بدأوا يطورون اللعبة. اوكي اوكي يا شباب الان اكتملت عملية اساسنس كريد، عملية تطوير اساسنس كريد سندكيت. راح اختار غير ناشر، خلي يولي. اوكي نضغط يس، اللعبة موجهة للمراهقين. اللعبة 1% ليش هيك العابنا زبالة؟ اوكي اوكي مبيعات اللعبة تقل يا شباب، والحد الان اني ما مطلع فلوس اللعبة، خسارة 89,000 دولار. اوف اوكي يا شباب ما طلعت اي ارباح، واللعبة انسحبت من السوق مع الاسف، اللعبة فشلت. ما اعرف شنو المشكلة، ان شاء الله بالحلقات القادمة راح احاول اطور العاب ناجحة، راح ابحث على يعني ابحث عن اللعبة، اشوف شنو الطرق اللي واحد يقدر ينتج لعبة ناجحة في سبيل نطلع فلوس، لان انا لحد الان دبيت فلوس وما نجحت اصلا بالمبيعات. اوكي يا شباب هذا مقطع لهذا اليوم، لا تنسون اللايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات. شوف فور ناو.